بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من حديث الامام الطيب. فضيله الامام نستكمل مع فضيلاتكم هذه الرحله الايمانيه المباركه واسمائه تعالى وحلقه اليوم واسمه العليم ما اخذ هذا الاسم ومعناه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى عليه اله والسلام. وصحبه وبعد فهذا الاسم من اسماء الله الحسنى. والكلام فيه يعني متشعب نعم. كثيرا وفي تفسيره ربما يعني نشأت مدارس مشهوره مدرسة الفلسفيه مدرسه الفلاسفه مدرسه المتكلمين على ما فيها من انقسام بين معتزله و أشاعر إلى آخر ما هو معروف للمتخصصين ولكن يهمنا النقاط الأساسية في هذا الموضوع وأولها أن هذا الاسم ورد في القرآن الكريم بمشتقاته أو بصيغ المبالغة والكسرة الثلاثة وهي عالم وعليم وعلام عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا بعدين العليم أيضا آه ذلك في سوره ياسين وفي ايات كثيره اخرى ذلك تقدير العزيز العليم آه انك آه انت علام وانت علام الغيوب في سوره المائده فاذا عندي عالم وعليم وعلم وردت في القران كما وردت في الحديث وطبعا اجماع المسلمين على ان الله سبحانه وتعالى نعم والاجماع الله. ليه الاجماع ده مش يعني احنا بن بنجيبه كده كل شويه بن يعني بن نتقوى به يعني لا لأنه ورد في القرآن نعم. فلا بد أن يكون هناك إجماع على هذه الكلمة وإلا الذي ينكر عالم أو قادر وكذا هو يكفر بالقرآن الكريم فإذا نعم. ها هنا إجماع المسلمين أول ما يهمنا هو الفرق بين هذا الاسم حين يتصف به الإنسان فيقال فلان عالم نعم وحين تصف الله سبحانه وتعالى وتسمى به في عالم وعليم وعلام. نعم العلم بالنسبه للانسان او للبشر بشكل عام هو ما يحصل له من معلومات بعد ان لم تكن. يعني اطلاع الانسان نعم على معلومات او على معلومه لم تكن لم يكن يعرفها من قبل. ومعنى العلم ليس هنا بالنسبه للانسان العلم يعني اللي هو علم الدراسة وعلم البحث، نعم. لأن العلم بشكل عام هو حصول صورة الشيء في الذهن، نعم. يعني لو أنا مثلاً تصورت هذا هذه الورقة بيضاء وحكمت أن هذه الورقة بيضاء هذه هذا علم، علمت أن لون الورقة أبيض، بالضبط علمت أن لون الورقة بيضاء، علمت أن الطاولة كذا. علمت ان القلم القلم فوق الطاوله وهكذا، نعم. كل دي معلومات قد تكون بسيطه بهذا الشكل وقد تكون معقده شيئا فشيئا الى نعم. ان نتناول يعني الافكار الغيبيه او الميتافيزيقيه. الانسان لا يعلم الا عبر وسائل يسمونها وسائل المعرفه. وهذا مصداق قوله تعالى: والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا نعم. يعني كما يقول المفسرون وعلماؤنا أن الإنسان يخلق صفحة بيضاء نعم. عقله صفحة بيضاء لا شيء فيه ويبدأ باكتساب المعرفة يبدأ شيء. باكتساب المعارف بعد ذلك والعلوم نعم. بسيطة ثم يعني فوق البسيط ثم متوسطة ثم معقدة كثيرون يظنون أن مصدر وأنا أكرر هذا الكلام نعم. لان ما ساقوله هو فيصل التفرقه بين المدارس الالحاديه الحسيه التجريبيه وبين المدارس الإسلامي. الالهيه او الدينيه بشكل عام يعني حتى الفلاسفه المسيحيين او الفي... او الالهيين الميتافيزيقيين بشكل عام نعم. المعلومات التي تاتي لل... للانسان من مصدرها فين نعم. ده بالضبط زي واحد ما كانش معاه فلوس وفجاه لقينا معاه فلوس جبتها نعم. من فين؟ حيقول جبتها من البنك. فين البنك اللي بيمولني أنا كإنسان بهذه المعلومات. نعم. ولذلك يسمونها مصادر المعرفة أو وسائل المعرفة عند الإنسان. نعم. الذين يعني لا يؤمنون بالله يقولون من العلماء، من أقصى العلماء. طبعًا علماء التجربة، علماء التجريب وخاصة. في القرن ال 18 و 19 وال في العشرين بدات نعم. تتراجع هذه الموجه، انما في القرن الثامن عشر والتاسع عشر كانت على اشدها لان طبعا النهضه العلميه كانت يعني شبه انفجار. والذين نعرفهم بالحسيين فضيله الامام. طبعا الفلاسفه الحسيين. نعم. آه بهرهم العلم، انفجار العلم وتوسع المعرفه. وان العلم اصبح يفسر معظم الاشياء لا. اللي كانوا متوقفين فيها او كانوا يعني يلجؤون فيها او كانت حتى الكنائس في ذلك الوقت في الغرب تحرم البحث فيها فهو تناولها العلم لا. فقالوا ان المصدر الوحيد للانسان في اي معرفه في اي معلومه هي الحواس، ايه الحواس؟ يعني العين الخمس العين والامط والاذن واللمس والذوق هي دي المصادر التي يعني الانسان يلمس شيئا في فيعقل شيئا او يعني يفهم شيئا او يعلم شيئا فيعقل شيئا يعلم شيئا نعم. يشم مثلا فيدر يستطيع ان يحكم برضه بناء على حاسه الشم او يرى بناء على لما كان العلم التجريبي طبعا يقوم على الحواس دي كلها فاصبحت الحواس عندهم هي مصدر تموين الانسان بالمعارف قاطبه لا. لكنهم حين فوجئوا او حين يعني صدموا بان الانسان بعد ان يكبر لديه معلومات لا تنتمي الى الحس لا. مش ممكن يرجع مصدرها الى الحس زي كل الروح كل المسائل العقليه او الروحيه لا. يعني قضايا كثيره جدا ومباحث دقيقه يعني في قضايا مثلا لكن خلينا في القضايا المعروفه قضية الله موجود مثلا نعم. حينما ينكر يقول الله غير موجود ما مصدرك في هذا النفي نعم. أين لماذا تنفي هم يقولون مثل هذه القضايا يعني يسمونها قضايا لا مضمون لها بيقول لك أنا بتعامل مع قضايا لها مضمون نعم. فين المضمون ده المضمون ده اللي هو يجيني من هنا من هنا من هنا اللي بشوفه من المنطلق الحسي من المنطلق الحسي إذا لم يأتي فهذا المضمون مش بيقول انا لا اعلم عنه شيئا او مثلا يعني يتواضع ويقف عند حدود يقول لا انا انفيه طيب انفي ليه لان مش قادر اثبته طيب العجز عن الاثبات لا يبرر النفي على الاطلاق انما هم يقولون هذه قضايا فارغه واي قضيه لا يمكن الخروج بها الى الواقع المحسوس والتاكد منها موجوده او غير موجوده فهذه قضايا أسميها قضايا فارغة وبالتالي نفى بجرة قلم كده على كل علوم المتفزيقة وكل علوم الدين وكل معلومات الغيب وكل ما يعرف عن الله عن النفس عن يعني العقل كله ده يقول أنا كلام ده انتهى وخلينا احنا في ايه في الأمور الحسية هذه مدرسة طبعا ويعني مع أن قبلها كانت مدرسة العقل في أوروبا يعني ربما كانت تصحح الحس بالعقل ثم جاءت مدرسه الحس التجريبيه فقلبت الطاوله على العقل ثم بعد ذلك الان يعني ما شاء الله دخلنا في متاهات جديده حداثه وما بعد حداثه ويعني الى اخره انما مصادر المعرفه عند المسلمين او عند اللاهوتيين او عند الالهيين بشكل عام هي ثلاثه اول حاجه طبعا المصدر الحسي لا يستطيع احد ان ينكره ابدا نعم وهو هي المصادر الاولى التي يانس اليها الانسان في طفولته ويجمع احد المصادر المعتمده المعتبره هي اقرب المصادر اولا لان لان تناسبه وهو صغير نعم. هو صغير هيجيب من فين ولذلك تجد مثلا تكليف تكليف بالحرام بالحلال والحرام والمؤاخذه والصلاه وكذا وكذا لا تلزم الطفل ليه لانها يشترط فيها العقل كمال العقل فالعقل لا يكتمل الا بعد بلوغ سن معين نعم. ولذلك الطفل قبل هذا السن لا يجري عليه القلم لا يؤاخذ نعم. ف... لكن لا يعني انه لا يعرف يعرف كثير جدا بسبب هذه الحواس لكن المصدر في مصدر ثاني بعد ذلك هو العقل نعم. العقل يتدخل واحيانا يصحح الحس ويحكم على خطا الحس يصوبه يصوبه فهذا المصدر الثاني عندنا كمان مصدر ثالث وهو الوحي المعصوم نعم. يعني الخبر المعصوم الذي لا يعتريه الكذب وهو الوحي الالهي نعم. لانه يعادل في اليقين يقين العقل ويقين الحس ولذلك احنا اول, اول ما يدخلونا في سنه اولى اصول الدين حقائق الاشياء ثابته والعلم بها متحقق خلافا للصفصائيه واسباب العلم الحادث يعني هو اقول لك اسباب العلم في المتن اسباب العلم ثلاثه الحس والعقل والخبر الصادق اول شرح على طول واسباب العلم اي العلم الحادث نعم وده اللي الذي حدث بعد جهل آه لا وهو لا العلم البشري وهو اللي هو العلم البشري مقيد آه. ليه؟ لأن العلم الإلهي الكلام ده كله ما فيش، لا ليه مصادر ولا ليه حس ولا ليه عقل ولا ليه كما قلنا في باقي الأسماء والصفات هو علم أزلي أبدي قديم طبعاً نعم. لأن العلم الحادث هو الذي يحصل بعد جهل نعم. فنحن قبل أن نكون علماء نحن جهال قبل أن نعلم نجهل نعم. الإنسان لا يكتسب المعلومة إلا بعد جهل وربما هذا هو بعد أن نعلم ننسى او قد يعلمه على خطا او قد يعلمه نعم. على غير وجهه يعني فهذه كلها خصائص العلم او صفه العلم حين يوصف بها الانسان نعم. بخلاف العلم الالهي اللي حنتكلم عليه وهو علم ازلي ابدي نعم. لا يتغير ولا يسبقه جهل ولا ولا المعلومات كلها منكشفه قبل وجودها وأثناء وجودها وبعد ولا تتغير لا لأن العلم يكشفها كما لو كنت مثلا عندك أمور زي كده وفجأة يعني أو عندك ضوء تكشفه فيكشف الأشياء على ما هي عليه على ما هي عليه حينما يعني الأشياء دي تتحول من عدم إلى وجود كما هي لا يعني لا لا تغير العلم وحنشوف ان من خصائص العلم الله انه لا يتغير بتغير المعلوم لا. يعني انا دلوقتي اعرف ان النظاره على يميني هذا علم اذا جت هنا تغير تغير علمي بتغير المعلوم لكن علم الله سبحانه وتعالى لا لانه يعلمها وهي هنا ويعلمها انها ستكون هنا لا. ستكون هنا فاذا اذا كانت هنا لا يتغير العلم اذا تحولت فالعلم الالهي لا يتغير بتغير المعلوم وهذا هو الفرق بين العلم الازلي والعلم بالضبط. الحادث. ده من احد الفروق لان نعم. فروق عديده جدا. نعم. اما بالنسبه لله سبحانه وتعالى العلم عنده انه العليم الذي لا تخفى عليه خافيه. ده نعم. ولا تعزب عن علمه قاصيه ولا دانيه. طبعا يعني وعايزين نقول ان يعني كل صفه من الصفات او اسم من الاسماء ليه يعني ولله المثل الاعلى طبعا. نعم. ليه شغل او ليه خاصه فالصفه القدره مثلا خاصتها او او نظامها انها تخرج المقدور او تخرج الاشياء من العدم الى الوجود، اي نعم. شيء يخرج من العدم الى الوجود انسان او نبات او او الى اخره فهو بصفه القدره. نعم القدره تشتغل شغلها في إيه شغلها في كده فانها الاخراج من العدم الى الوجود, الوجود. صفه الاراده لها تخصص أو لها يعني وهي أنها تخصص الموجودات ب زي ما بيقولوا بأحد المتقابلين يعني أنا مش عايز أجيب المصطلحات بحاول أتشها قدر الإمكان لكن حتى نبسط للمشاهدين على قدر المشاهد, المشاهد, المشاهد يعني مثلا أنا ولدت في 6 يناير طيب يعني ذاتي أنا تقبل أن تكون في 6 يناير في 6 أبريل في أي وقت ليه جيت, جيت في 6 يناير؟ لان فيه مخصص خصصك بهذا بشيء من الامور اللي هي انت كلها تقبلها. نعم. دي شغل صفه الاراده، الله سبحانه وتعالى يريد مثلا هذا الشيء بلون كذا. نعم. بوقت كذا، بمكان كذا. نعم. بعمر كذا. وزماني كذا. اه نعم. فكونه يختار لي شيء من اختيارات عديده هذا هو عمل صفه الاراده. عمل صفه الاراده، يريده على كذا دون كذا. نعم. فهذه صفة الإرادة طيب صفة العلم صفة العلم دي كما قلنا هي صفة ينكشف أمامها المعلومات كلها قبل أن توجد وحين توجد وبعد أن توجد فإذا صفة العلم هي صفة انكشاف إنما صفة القدرة صفة إيجاد كان هناك اختلاف فضيله الامام بين العلماء المسلمين حول هذه الصفه آه بما انها صفه انكشاف هل هي هل ال يعني الله سبحانه وتعالى عليم بعلمه ام عليم بذاته؟ نعم هذا يعني موضوع يعني انا والله يعني اخشى ان ادخل فيه لكن لانه يعني طبعا ده معناه انك انت بت بتستعرض ثلاث مدارس كبرى في المدارس الفلسفيه والمدارس الكلاميه لكن على كل حال بقدر الامكان الجميع احنا عندنا حاجة يا اخوانا في الـ في في يدرسون الفلسفة الإسلامية في مدارس يعني مثلا ابن سينا والفارابي وابن رشد وكذا وكذا هؤلاء فلاسفة ناس درسوا الفلسفة اليونانية م. ودرسوا الإسلام وحاولوا أن يوفقوا بين التفكير الفلسفي العقلي اليوناني وبين يعني ما قرره العلماء المسلمين في التفسير والحديث والفقه وكذا وفي عندنا مدرسه اسمها مدرسه المتكلمين يعني مدرسه الفلاسفه اسمها مدرسه المتكلمين وداخل مدرسه الفلاسفه حتلاقي مدارس ثانيه في نعم. مدارس اشراقيه ومدارس مشائية ومدارس صوفيه وهكذا انما المدارس الكبرى عندي هي المدرسه الفلسفيه نعم والمدرسه علماء الكلام علماء التوحيد ممكن نعم. نسميهم اللي هم المعتزله والاشاعره وكذا ثم بعد ذلك علماء التفسير وعلماء الجميع وده اللي عايز انبه عليه هو نعم. ويجب ان ينطلق منه الجميع لا ينكر ان الله عالم وعليم وعلام نعم. اي لفظ ورد في القران الكريم الجميع مؤمن به لان اي انكار يخرجنا من دائره أي الايمان اي انكار بالله. لي كفر نعم. كذب فلا وعشان كده لا, لا يكفر ابن سينا ولا يكفر دا ولا نعم. المعتزله لان دول يؤمنون بال 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 بصفة العلم وكل الاسماء والصفات كل الاسماء كل ما ورد في القران الكريم يؤمنون به نعم. في الظاهر يؤمنون به ولكن المشكل حينما يذهبون ليفسروا معنى عليم مثلا نعم. ومعنى علام ومعنى عالم يعني احنا قلنا انه عليم يعني عنده علم نعم. طيب هل هو السؤال عالم او عالم ازاي هل هو عالم بذاته ذاته تعلم نعم وذاته منكشفه لها كل المعلومات او انه سبحانه وتعالى له صفه اسمها العلم بها يعلم المعلومات نعم ما هو ده العالم ينفع تفسره بالاثنين دول ممكن يكون عالم بذاته أو عالم بصفة اسمها العلم وها هنا الاختلاف بين المدارس آه ده اللي بيخلي إيه فمثلا يجي لك ابن سينا يقول لك شوف أنا أنا يعني أخاف أني أقول عالم عنده علم وقدرة وإرادة وسامع العشرين صفة مثلا واردة في نعم. التسعة وتسعين اسم كل اسم دول في صفة